بسام الشمري. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. رحب بكم أجمل ترحيب بانطلاقاتنا المتواصلة بتحديات هذا المهرجان، مهرجان سيف أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه. نتواصل بهذا اليوم بمنافسات الإجداع مع انطلاقة الشوط السابع للإجداع. أبكار ينطلق من مسافة 6 كيلومترات. الرحلة المتواصلة مع هذه الشعارات المنطلقة الباحثة عن الناموس والانتصار. هناك سيارة رصدت لصاحبة المركز الأول تنتظر عند خط النهاية. نتابع المنافسة ونتابع المقدمة، وفي أول المراكز هناك الظبي محمد بن سالم بن علي بن سالم الحايف المري مع المقدمة يسيطر على زمام الأمور، بينما المركز الثاني هنا تواصل المدينة محسن بن جابر بن محسن الجربوعي المري يتقدم إلى دائرة المنافسة والنداء. أم المركز الثالث، هناك من تتسلل بدورها إلى المركز الثاني مباشرة رسمية. عبد الله بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري يصل مباشرة إلى دائرة المنافسة والتحدي مع قدوم رسمية من بدأت تتسلل بدورها إلى مقدمة الشوط. أم المركز الثالث، هناك مبلشة محمد بن حمد بن سليمان الجبرين أيضا يتواصل على المركز الثالث. المركز الرابع، هنا المشاركة والتحدي بهذه الانطلاقة مع قمرية لسعيد بن حمد بن سعيد العرياني أيضا يتواجد ويتقدم إلى المركز الثالث مباشرة. أم المركز الرابع، نتابع قدوم الضبي محمد بن سالم بن علي الحايف المري أيضا يتواجد مع تحديات هذا الشوط. نتابع المركز الخامس، هنا المدينة محسن بن جابر بن محسن الجربوع المري أيضا يتقدم إلى دائرة النداء والصراع من أجل الإنجاز. هذه نتيجتنا مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان للخمس المراكز الأولى المسيطرة على دائرة النداء والمتنافسة من أجل تحقيق الإنجاز بهذا المسار وبهذا التحدي الجميل. نعود مع البداية ونعود مع التحديات الأولى بانطلاقة المقدمة وبتواصل المنافسة مع الأخوة المشاركين من جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي بهذه الفرحة المشاركة وبهذا التحدي والتميز والإبداع. نتابع المقدمة، هناك من غيرت واحتلت صدارة هذا الشوط، قمرية لسعيد بن حمد بن سعيد العرياني يسيطر على زمام الأمور، ينطلق مع البداية ومع تحديات هذا الشوط. بينما المركز الثاني نتابع مبلشة لمحمد بن حمد بن سليمان الجبريل مع آمالي وطموحات أهالي المملكة يشارك بهذا الشعار المتميز والمبدع دائما على المركز الثاني. أم المركز الثالث، نتابع القدوم والانطلاق بهذا التحدي وبهذا المسار. نتابع الظبي لمحمد بن سالم بن علي الحايف المري أيضا يشارك بهذا التحدي والإبداع على المركز الثالث. المركز الرابع، هنا تواجد رسمية عبد الله بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري أيضا يتواجد حمود بن محمد بن سالم الوهيبي في المتابعة والتضمير على رابع المراكز، يقدم لنا عطاءات رسمية. ولكن نتابع القدوم مع المركز الخامس، هنا الواصلة الدوحة لسعيد بن راشد بن سالم السعيد المري يتواجد وينطلق مع قدوم الدوحة على المركز الخامس. هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعينا في كل مكان كان للمرة الثانية على التوالي. أتمتع على مسامعكم بالوفاء والتمام بلقطات قناة ريان الجميلة التي نشاهدها جميعا بهذا البث المباشر والحي مع تميز وإبداع والتألق من هذه اللقطات
الجميلة بعالم سباقات الإجل العربية الأصيلة بهذا التراث الجميل. نتابع ويتابع عشاق الأصالة والتراث هذا المهرجان الكبير وهذا التميز والإبداع مع أشواط الإجداع مع تحدياتي. هذه الشعارات المنطلقة الباحثة عن الإنجاز والباحثة عن الناموس. نسير هناك مع البداية، نسير مع المقدمة. ما زالت قمرية 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 ما زالت تحافظ وتسيطر على زمام الأمور. سعيد بن حمد بن سعيد العرياني يتقدم إلى أول المراكز، يحافظ على صدارة الشوط بانطلاقة قمرية الموفقة على الصدارة الباحثة عن الإنجاز وعن الناموس. المركز الثاني هنا تقدم مبلش لمحمد بن حمد بن سليمان الجبريني، يواصل مسيرة الضغط على المقدمة بتواجد هناك مبلشة من أبلشت الجميع وتريد أن تحتفظ بناموس هذا الشوط. أم المركز الثالث هنا أول نداء وقدوم الدوحة بخيت بن محمد بن علي البريدي المري، أيضا بأول نداء يقدم لنا الدوحة مباشرة إلى المركز الثالث إلى دائرة النزاع والصراع من أجل الانتصار. المركز الرابع نتابع القدوم ونتابع التحدي مع رسمية عبد الله بن محمد بن زايد بن خلفان المنصور، يواصل مسيرة التحدي والتألق والإبداع مع تواجد رسمية على المركز الرابع. المركز الخامس هنا مشاركة زمايم خليفة بن محمد بن جابر المطيع المنصوري، أيضا يشارك بهذا التحدي ويقدم لنا زمايم بزمام الأمور، يشارك بهذا التحدي والإبداع. هذه نتيجتنا للخمس المراكز الأولى المسيطرة على دائرة النداء والمتنافسة من أجل تحقيق الإنجاز. هناك البداية، هناك الثلاث المراكز الأولى التي تتواجد بموقع واحد من أجل الناموس، تتنافس من أجل السيارة، من أجل الناموس، من أجل الانتصار، من أجل التحدي، من أجل تحدياتي. هذا الشوط نتابع البداية قمرية ومبلشة والدوحة ثلاثية على مقدمة الشوط بين أهالي الإمارات العربية المتحدة وأهالي المملكة العربية السعودية وأهالي قطر، يشاركون مع الدوحة على المركز الثالث. ورابعا وصلت زمايم أم المركز الخامس، هناك أول نداء من وصلت الجذابة لحمد بن سالم بن سليم الشيباني الكتبي، أيضا يتواجد على المركز الخامس. ولكن نعود مع البداية مبلشة مبلشة مبلشة، أبلشت الجميع وانطلقت مع البداية والتحديات المقدمة. محمد بن حمد بن سليمان الجبريل مع الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الخطير، مبلشة مع البداية. الدوحة تحاول بهذه اللحظات مع شعار بخيت بن محمد بن علي البريد المري، زمايم على المركز الثالث، خليفة بن محمد بن جابر المطيع المنصوري أيضا يشارك في تحدياتي. هذا الشوط مع المركز الثالث، هذه الثلاث المراكز الأولى الثلاث المتميزة الثلاث المبدعة، منافسة على مقدمة الشوط بين مبلشة والدوحة والزمايم. مبلشة في القيادة، الدوحة الدوحة صاحبة سيارة بمهرجان قصر الحسن أيضا تشارك بهذا التحدي على المركز الثاني، زمايم على المركز الثالث. ولكن مبلشة مبلشة واللحظات الأخيرة محمد بن حمد بن سليمان آل جبريل بدأت الحركة، بدأت الحركة وبدأت الأوامر. مبلشة والدوحة، الدوحة ومبلشة، أبلشت الجميع مبلشة مع محمد بن حمد بن سليمان الجبريل يتقدم إلى المنافسة. أهالي المملكة يتواجدون مع مبلشة، أبلشتهم وانتزعت السيارة. محمد بن بخيت الزعيري هو من يتابع مبلشة، تألقت وتميزت وأبدعت في هذا الصباح. تهانينا لعزبة الزعامة من تنتزع ناموس هذا الشوط، تهانينا والناموس لمحمد بن حمد بن سليمان آل جبريل. هاي مبلشة تنتزع الناموس وتحقق الإنجاز، والسلام للمملكة، سلام. تهانينا والناموس لمحمد بن حمد بن سليمان الجبريل على فوز مبلشة بناموس هذا الشوط. المركز الثاني الدوحة بخيت بن محمد بن علي بريد المري، المركز الثالث زمايم لخليفة بن حمد بن جابر المطيع المنصوري، المركز الرابع وصلت الجبارة لسالم الدحفة بن محمد بن صقوح العامري، المركز الخامس وصلت قمرية بشعار سعيد بن حمد بن سعيد العرياني. مشاهدي الكرام متابعينا في كل مكان، منافسة مع اللحظات الأخيرة
والامتار لمجنونه كانت بين مبلشه وزمايم والدوحه، ولكن مبلشه هي من ابلشت الجميع وانتزعت ناموس هذا الشوط وحققت هذا الانجاز. تهانينا والناموس لمحمد بن حمد بن سليمان ال جبرين على فوز مبلشه وتحقيقها لهذا الانجاز، كما نهني المتابع لهذا الشعار محمد بن بخيت الزعيري على فوز مبلشه وتحقيقها للانجاز. ها هو لحظات وصول مبلشه الى خط النهايه معلنه الفوز، والناموس وصلت بتوقيت زمني وغدره من 6 كيلومترات 9 دقائق 18 ثانيه بالوفاء والتمام. تهانينا لمحمد بن حمد بن سليمان الجبريل المركز الثاني. وصلت الدوحه بتوقيت زمني وغدره من مسافه 6 كيلومترات 9 دقائق 21 ثانيه جزءا واحدا من الثانيه. تهانينا للناموس لبخيت بن محمد بن علي البريدي المري المركز الثالث. وصلت زمايم بتوقيت زمني وغدره من مسافه 6 كيلومترات 9 دقائق 24 ثانيه 7 أجزاء من الثانيه. تهانينا للناموس لخليفه بن محمد بن جابر المطيع المنصوري. تهانينا للجميع. هكذا يا الحفل الكريم مشاهدينا.